انطلق مشاهدينا الأعزاء في كل مكان آخر أشواط الحيل لهذا اليوم، وأيضا آخر أشواط السباق المحلي الثاني ينطلق، وهو الشوط الرابع عشر من مجموع أشواط هذه الفترة الصباحية لهذا اليوم. تهانينا لجميع الفائزين، ونتجه مباشرة لنتعرف على مقدمة الشوط. لزوم تعود ملكيتها لراشد بن ناصر الجبر النعيمي على مقدمة الشوط، وتحتل المركز الأول لزوم، وجاهزة وحاضرة في هذا اللزوم، لزوم الناموس والفوز والتهاني. ننتقل إلى المركز الثاني، بشاير على المركز الثاني، المعجب بن سعيد بن لجبع الخيارين، وتتقدم في هذه اللحظات بشاير إلى المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن فيه الضبية تعود ملكيتها العنزان بمحمد بن عنزان النعيمي، واللي تليها على المركز الرابع مريعة لعلي بن ضاعن المسافري على المركز الرابع. ننتقل لنتعرف على المركز الخامس، وفيه العنود، تعود ملكية العنود لسالم بن جبران المري. هذا هو نداءنا الأول للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط، شوط الختام أيضا له أهمية خاصة عند بعض الملاك والمضمرين، حيث أنه يتم وضع الهجن الغالية عند بعض الملاك وتجهيزها للسباقات القادمة. عموما وعلى كل حال، نعود إلى مقدمة الشوط، ومن تحتل الصدارة وتسيطر على المركز الأول هنا بشاير، وتعود ملكيتها المعجب بن سعيد بن لجبع الخيارين. مالك تشريف الفائزة معنا في الشوط الماضي، وأيضا شروق ومهرجان فازت بهذا الشعار في هذا اليوم، ويتمنى مالك بشاير أن تحذو بشاير حذو الهجن التي حققت مراكز متقدمة في هذا اليوم. عموما أرى التقدم والمضايقة لبشاير في هذه اللحظات، والضغط على المركز الأول من خلال التقدم والتحرك من لزوم. لزوم تتحرك على صعيد المركز الثاني، تعود ملكيتها لراشد بن ناصر الجبر النعيمي. وننتقل إلى المركز الثالث، حيث التواجد من مريعة، مريعة لعلي بن ضاعن بن سعيد المسافري تحتل المركز الثالث وتتقدم فيه. ننتقل إلى المركز الرابع لنتعرف على من تحتل رابع المراكز، هنا الضبية لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، وتليها تلي الضبية على المركز الخامس العنود لسالم بن جبران المري. هذا هو نداءنا الثاني، ونحن نقترب ونشارف على لوحة الثلاثة كيلومترات ومنتصف مسافة هذا الشوط، شوط الختام يا متابعينا الكرام. وبالفعل بعد هذا الشوط يسدى الستار على أشواط اليوم، وتشاهدون مشاهدين قناة الريان صاحبة أفضل توقيت في هذا اليوم، المملوكة لعلي بن حمد بن جرحب المري، نوايا وتوقيتها 9:30 جزءا من الثانية، المملوكة لعلي بن حمد بن مقارح المري. تهانينا والناموس يا أبو حمد على تحقيق نوايا لأفضل توقيت في هذا اليوم. و أذكر متابعي نوايا ومشاهدين قناة الريان بأن نوايا صاحبة فوز في السباق المحلي الأول، وبالتالي لم تذق الهزيمة في هذا الموسم. عموما نعود إلى بشاير التي تسيطر على مقدمة الشوط وتحتل المركز الأول، وآخر فرصة للمشاركين في هذا الشوط لكسر توقيت نوايا ولتحقيق توقيت أفضل. ينتقل التنافس من أرضية الميدان إلى التوقيت الزمني وعقارب الساعة. عموما وعلى كل حال، ما زالت أيها المتابعون بشاير على مقدمة الشوط وتحتل المركز الأول، مثل ما فعلت شروق وتشريف وغيرها من الهجن التي حملت هذا الشعار الجديد اللي شاهدناه بهذه الحلة في هذا الموسم. أتمنى التوفيق لأبو سعيد ولكل محبين شعاره في هذا الموسم، والشعار موفق رأينا في هذا الموسم لهذا المالك. عموما أرى الضعاين، أو هنا مريعة على المركز الثاني، العلي بن ضاعن بن سعيد المسافري على المركز الثاني، وانفردت الثنتين بالمركزين الأول والثاني في هذا التقدم الممتاز. ونحن يا متابعين ويا محبين رياضة الآباء والأجداد
على نترقب حدث كبير سينطلق في الثالث من أكتوبر، وما هي إلا استراحة محارب لتعود الشعارات مرة أخرى في تنافس قوي ومثير، رصدت له الجوائز العينية القيمة والجوائز النقدية وكل ما يتمناه ملاك الهجن. المركز الثالث تتقدم هنا الضبيري عن زامب محمد النعيمي، وتحرك من العنود لسالم بن جبران اللي يتحرك أيضا بن جبران شعار القاضية اللي نافست في الشوط الماضي. المركز الخامس هنا لزوم لراشد بن ناصر الجبر النعيمي، ويلا يا بن هدوب يلا يا بن هدوب، خل لزوم تتحرك مالها لزوم في التهدئة في هذا الوقت وفي هذا التوقيت بالتحديد وبالذات 2 كيلومتر، وأيضا دخول اسم جديد يتدخل إلى عالم النداء والإذاعة. هنا العنود تعود ملكيتها الراشد بن علي بن سلعان المري، تقتحم عالم النداء والإذاعة لتنتزع المركز الخامس في هذه اللحظات. هذا هو ندانا، ونحن نعود إلى مقدمة الشوط وننحني ونأخذ بالدوران إلى خط النهاية وإلى 1500 متر الأخيرة التي هي بمثابة تنبيه وإعلان للمضمرين. عموما ما زالت على مقدمة الشوط بشاير، وهنا التحرك في هذه اللحظات من مريعة المركز الثاني. المركز الثالث العنود لسالم بن جبران المري، وأيضا وصول وتقدم من الضبية لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، وأيضا هناك العنود تعود ملكيتها لراشد بن علي بن سعيد بن سلعان المري. هذا هو ندانا للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، شعار زايد شعار سعيد بن محمد الخيارين وغانب بن منصور أيضا أراها قادمة تريد التدخل إلى عالم النداء والإذاعة، ولكن مريعة غيرت في هذه اللحظات مع 1500 متر الأخيرة لتنتقل بشعار المسافري إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، أخذنا نقترب من الأمتار الحساسة في شوط الحيل، في شوط الحيل، الحيل اللي ما فيها حيلة هذه الحيل، ما شاء الله تبارك الله. الله تنطلق بسرعة اللقاية وبسرعة الحقائق وبخفتها أيضا. عموما مريعة على مقدمة الشوط، وعادت بشاير، عادت بشاير، وأيضا 3 مراكز تتنافس على صدارة الشوط في هذه اللحظة والكيلو الأخير. اقتحام قوي وهجوم من الشعارات على خط النهاية بقيادة مريعة، وأيضا هنا وصول من العنود ومن الناحية الأخرى بشاير والعنود ومريعة، ولكن بشاير والعنود أيضا تتقدم، وأيضا هنا القدوم أيضا من الضبية عنزان بن محمد النعيمي، وأيضا أول نداء لشعار سعيد بن محمد الخيارين على ظهر نزاعة اللي أخذت تتقدم مع المضمر ناصر بن سالم المكسور، ولكن العنود ولها سجل حافل بالإنجازات كل هذه الحيل المشاركة. مشاهدينا الأعزاء، العنود وأيضا بشاير والعنود، وتنافس قوي في شوط الختام. ملك شوط الختام، نزاعة تتسلل لتنتزع المركز الثالث مع سعيد بن محمد الخيارين. ناصر المكسور في المتابعة، وصلكم راعي التوقيت، وصل أفضل صاحب شعار أفضل توقيت في هذا اليوم مع هوايل علي بن حمد بن راشد بن مقارح، ولكن العنود أيها الأعزاء وتشريف ونزاعة، العنود وتشريف ونزاعة، العنود وسالم بن جبران نزاعة وسعيد بن محمد بن زايد الخيارين وتشريف من الناحية الأخرى وتشريف، ولكن نزاعة وعادة تشريف، ولكن نزاعة تنتزع شوط الختام. مشاهدينا الأعزاء، لتهدي السلام لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين وإلى المضمر القدير ناصر بن سالم المكسور. تهانينا 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 على فوز نزاعة بهذا الشوط وانتزاع المركز الأول. المركز الثاني العنود لسالم بن جبران المري، المركز الثالث بشاير المعجب بن سعيد بن الأجبع الخيارين، المركز الرابع هوايل علي بن حمد بن مقارح، المركز الخامس الذيبة لمحمد بن فيصل الرمزاني النعيمي. تهانينا وناموس لمالك نزاعة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، 9 دقائق 38 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا والناموس سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، والتهاني موصولة للمضمر ناصر بن سالم المكسور. العنود حلت ثانيا في هذا الشوط بتوقيت زمني 9 دقائق 39 ثانية و42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن جبران المري. المركز الثالث بشاير
توقيتها 9:39:56 جزء من الثانية. تهانينا المعجب بن سعيد باللجبع الخيارين. أيها الأعزاء متابعين الكرام، بهذا الشوط وبهذه النتيجة للثلاثة المراكز الأولى نصل إلى ختام أشواط هذا اليوم.